خير. السلام عليكم. أول أيام الامتحان الوطني سنة 2022، شنو ممكن تقول لنا بالنسبة للأجواء ديال الامتحان الوطني في اليوم الأول؟ السلام عليكم، سميتي عمر. اليوم كان عندنا النهار الأول ديال الوطني، اش نقول لكم؟ أساتذة كانوا مزيرين معنا، كاين شي أقسام نقلو كاين شي أقسام ما نقلوش. بالنسبة ليا داكشي اللي فهمته درتو، ما فهمتوش ما درتوش. بالنسبة للأسئلة كانوا حطوها شوية، كانوا حطوهم شوية عاديين، شوية كاين شي أسئلة صعاب كاين شي أسئلة عاديين اللي جاوب عليهم الجميع. صراحة دازت في المستوى، كان سميتو دوزنا في الصباح، أنا فيزيك الصباح دوزت الفيزيك، حطوه طوال بزاف، حطوا لنا شي حوايج طوال، حطوا داكشي طوال ما قدناش الوقت، ولكن المهم سلكنا. وعشيه لونغلي دازت مزيانه، حطوا لنا داكشي مزيان، وما لا المقله ما دازت، كانوا مزيرين. واساتذه ما كيطبقوا عليك لا سلطه لا والو، كتبقى جالس كيقول لك ما تنقلش. صافي دوزنا مزيان، وان شاء الله غدا وبعد غدا حتى وندوزو مزيان، نتمنوا من الله نجيبوا شي نقاط اللي تفرح الدار والوالدين. الاجواء كانت مزيانه، وكان داكشي شويه المهم كان في المتناول شويه، وحطوا امتحان شويه مبدل بارابور لي ناسيونال القدام الاعوام اللي فاتوا، ولكن سلكنا راسنا. المهم داز اليوم مزيان، دوزنا حتى لونغلي مزيانه كانت سهله، وباقي غدا وبعدو. واش نفس داكشي اللي تحط في المواد الامتحان الوطني هو نفس داكشي اللي خديتو في المقرر الدراسي ديال هاد السنه؟ لا هو نفسه، كاين حتى شي تغيير؟ لا لا، فهمتي اللي بريبارا راه غادي يخدم مزيان. وحنا بالنسبه لنا ايكونومي لما جبناش شي سوي طالع شويه، راه عندنا شويه ولا انسجي هو اللي السوي ديالو شويه هابط، من غيرها كاين لي سكاو كاين لي نام، من الاغلبيه ديال الدراري ليكونومي راه كيتواجهوا جهه لي اش كيقول لي فيليير ديال ليكونومي نيت، ان شاء الله يا اما لو انسجي يا اما كلاس بريبا ولا لافاك الى قشه ديال الحال.